هل فعلا الذكاء الاصطناعي ممكن يقعد الناس في البيت او بعض الناس في البيت او ينهي وظائف؟ هو عموما اي تطور تكنولوجي بصفه عامه بيقفل وظائف، بس برضه بيفتح وظائف اخرى يعني، وده شيء طبيعي يعني. مثلا الانسان في بدايه العصر الحجري والكلام ده كان بيعمل كل حاجه بنفسه، بيشيل يعني يقوم بجميع المهام الجسديه بنفسه، لذلك كان عنده بنيه جسديه قويه. مع مرور الوقت ابتدى يخترع الاله، يعني عندنا قدماء المصريين مثلا ما شاء الله يعني بنوا الاهرامات والمسلات والكلام ده باستخدام الات، اكيد طبعا ما شالوش اكيد مش على ظهرهم يعني. مش عارف. مع مرور الوقت طبعا بيختفي بقى دور يعني اللي هو كان بيشتغل حمال وشيال ومش عارف وكلام زي كده، لان الالات بتقدر تشيل وتعمل الكلام ده. عمال المصانع ما خلاص يعني ما بيقوش بيقوموا بنفس المجهود القديم اللي كان في السابق. فبالتصور ده هنلاقي الذكاء الاصطناعي نفس الحاجه، يعني هو طبعا بيدي رفاهيه للانسان بحيث ان هو ما يشتغلش في الحاجات اللي هي فيها مجهود او كده، ولكن الانسان بطبيعته هو خلقه ربنا بقى ان هو كائن متطور. متطور يعني دايما ما عندوش سقف للطموحات. ربما احنا ما نقدرش نتصور اللي هيحصل بعد كده دلوقتي، لان الاجيال اللي جايه هتلاقي اسقف اخرى او هترفع السقف بتاع التطور، و يعني ده لا شك انا متاكد من ذلك يعني. فهو طبعا في بعض الدراسات بتقول في حاجات هتتقفل وفي تاسكس ثانيه او في مهام تانية هيقوم بيها الإنسان أكثر تطورا يعني. حلو جدا. هنا بتيجي أهمية إن إحنا يبقى في عندنا كليات لتدريس هذه العلوم الجديدة. طبعا بطبيعة الحال طبعا، وده يعني نقدر نقول يعني الأمل في مصر. يعني مصر تعودت إنها تبقى مواكبة للحضارات للتحضر وبتقود العالم في مراحل كثيرة من الزمن. فيعني انا شايف ان ده شيء ضروري بالنسبه لنا احنا كمصر يعني.